تجدد العهد تجاه الموصل وأهلها بالحفاظ على هويتها التاريخية وعقيدتها وإرثها الحضاري لاستمرار العمل في مشروعنا الإصلاحي في حزب السيادة. ونشد يدنا بيد كل القوى الوطنية الخيرة التي تسعى للخروج بهذه البلاد من ضيق الظلم والإرهاب والانقسام إلى فضاء العدل والسلم المجتمعي والبناء والازدهار. مستنيرين بسنة وهدى نبينا عليه الصلاة والسلام ومسترشدين بقادة هذه الأمة الذين سجلوا أروع صفحات الشجاعة والعدالة والإدارة.